السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الاودي كيو 5. كان اول ظهور ديالها سنه 2008. استمرت كيجي الاول حتى 2017. طرات عليها واحد الفيس ليفت في 2012. الجيل الثاني 2017 2021، طرات عليها فيس ليفت في 2021. الطوموبيل اللي معنا كتمثل لا ليكسوري، كتعتبر من افخم السيارات في الكاتيجوري ديالها، كومباكت كروس اوفر سي يو في. اهم المنافسين ديالها الفا روميو ستيل فيو، مرسيدس بنز جي ال سي، بي ام اكس 3، وجاغوار اي بيس. غادي نكتشفوا الموتوريزاسيون ديالها، لي زيكيبمون اللي فيها، لي زوبسيون والاثمنه باش كتخرج. ما شاء الله الموتوريزاسيون ديالها واعره. هذه اللي معنا اليوم الاس لاين، موتوريزاسيون كتجي ب 2 لتر تي دي اي 204 4. الانجين ديالها ديزل 4 سيلندر، السيلندري ديالها 1968 سنتيمتر كوب، بويسونس فيسكال 8 تاع لي شوفو الوراق كبار، بويسونس ماكسي ديالها 204 تاع لي شوفو، الكوبل ديالها كيوصل حتى ل 400 نيوتن متر، بواط فيتيس اوتوماتيك استرونيك 6 على 7 تاع لي رابور دوبل امبرياج. الكونسوماسيون ميكس ديالها 5.1 لتر في كل 100 كيلومتر. الايموسيون ديال السي او 2 كتوصل حتى ل 169 غرام في كل كيلومتر. لاكسيلاراسيون ديال 0-100 كديرها في 7.6 سكوند، قويه ما شاء الله. الريزيرفوار كيهز 65 اترو. البوا ديالها خاويه، كتوصل حتى ل 1865 كيلوغرام. الى قارنا لا بويسونس و لا فورس ديالها بارابور البوا ديالها فيد، فما شاء الله طوموبيله قويه قويه قويه. اكتشفنا الموتوريزاسيون ديالها تبارك الله اللي قويه. غادي نهضروا على الطوموبيله كشكل خارجي واهم لي زوبسيون اللي كاينين من الداخل. كيو اودي كيو 5 شكل خارجي جات اغريسيف لوك سبور، كيف ما كتشوفوا لي بروجيكتور جاو فول ليد بالانتيليجنت لايت سيستم تقنيه الماتريكس. كالوندر ديالها اللي داير عليها امبار كرومي، وتبارك الله جات اوفر اللي كتدخل لير سيستم دو رفرواديسمون للموتوريزاسيون بواحد الشكل كافي. فيها باد كيس جات غري، وفيها لي غادار دو ستاسيورمون من القدام ومن اللور، لي فارو انتيبغويا كذلك من القدام ومن اللور. ما شاء الله زوينه. اجي نكتشفوا البروفيل ديالها. تيكونوا عندك دي جونت الياج تاع 19.5 برونش اون في، هكذا كيجي فران سيستم دو فريناج ديسك. لي زيل ديالها جاو بومبي اللي كيعطيوها اللوك تاع الاوفرويد كذلك. لي روتروفيزور رابطه بالالكتريك شوفون، يعني الباك روتروفيزور كامل كاين فيها بلس بوان افوغل. الباد كيس ديالها جا غري بحالو بحال هنا لي بوني ديالها برانت، بحالو داك الباد كيس ديالها جا غري بحالو بحال لا بار دو طوات هي اللي جات في نفس الكولور اللي عطا واحد ديزاين زوين ك بروفيل. لي فيتر ديالها جاو باك فومي، تيكون عندك اون اوبسيون، وتيكون عندك كذلك ان بار كرومي ظاهر عليهم. طوموبيله من اللور ما شاء الله. لي بروجيكت لي فوا اغيير جاو ليد، جاو فول ليد، زائد سيستم ديشابمون دوبل فلوكس ديشابمون كرومي، والباد كيس ديالهم او الديفيوزر البارشوك اللوراني جا غري، جا في تناسق كبير مع هاد لابار هادي اللي داخله في الباب تاع الكوفر اون غري اللي عطا واحد ديزاين زوين كلاس من اللور. كاينه لا ديسكريبسيون ديال الموتوريزاسيون من اللور، والمونوغرام تاع الكيو 5 اودي كذلك من اللور. من ناحيه لا سيكوريتي لي غادار من القدام ومن اللور بلس الكاميرا دو ريكول، هادشي زوين. الكوفر ديالها ما شاء الله كيتحل اوتوماتيك، تيهز 550 اترو. لي بونكيت اغيير رابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك، هادشي زوين يكون في سياره بحال الاودي كيو 5 كومباكت ليكجوري كروس اوفر سي يو في. زائد البورت، فيها البورت تاع 12 فولت مزيان، وكتجي اكليري فيها الاضاءه. هادشي كامل هاد لي زوبسيون زوينين. كيف ما قلت لكم بامكانك تسد الباب الكتريك، يعني كيسهل لك الحياه. هادو اهم تقنيات ولي زوبسيون اللي كاينين في الطوموبيله، شكل خارجي وموتوريزاسيون. غادي نهضروا على الطوموبيله من الداخل ديالها. ما تنساوش ديك لايك سبسكرايب. اودي كيو 5 اهم لي ماتيير اللي كاينين في الداخل ديالها، نبداو بالباب. فيها انسيير ديكوراتيف كرومي، فيها الكوير، لي فيتر الكتريك كوموند توتال بواني كرومي، سيستيم ديال سنتراليزاسيون، سيستيم سونوريزاسيون اوديو، دي زيسباس دو رونجمون. بامكانك تير الكوفر من الباب ككونديكتور. لي سيلغي ديالها جاو اون كوير، فهاد الكولور لي كلاس فيهم فونكسيون ميموار
لومبير كيبرد وكيسخن، يعني باك كامل تاع لي سيلغي كاين فيها. الطوموبيله من الداخل نبداو بالكونديكتور، الفولون ديال الاودي كيو 5 جا ملتي فونكسيون ريغلابل افوي بروفوندور 3 برونش لوكس بور اون كوير، عندك باليت بلس باليت موان وكتحكم في الكوكبيت اللي جا فيرتويل. الطوموبيله ما شاء الله كتمثل الفخامه كيف ما كتشوفوا معايا. عندك الكونسول سنترال ديالها او الابيتاكل ديالها هنايا جا لوكس بور ان سيغ ديكوراتيف، عطاها واحد اللمحه رياضيه بامتياز. عندك ان ايكرون تاع 10 بوس ملتي فونكسيون تاكتيل، عندك كذلك الكليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون، زائد في الكونسول سنترال ديالها هنايا ديماراسيون كلي بوط فيتاس اوتوماتيك استرونيكس بعت عليه رابور دوبل امبرياج. عندك اكودوا سنترال جا اون كوير كوب هولدر فيها بورت سي بورت الايفون، بورت تاع اليو اس بي، بورت تاع 12 فولت، انسير دو روكات ديكوراتيف اون الومنيوم. ما شاء الله الخوت عجبتني. كذلك فيها دي زيسباس دو رونجمون او مساحه تخزين هنايا البواطاغون، جات فيها الاضاءه وفيها خاصيه تاع التبريد واعر. واو شوفوا هنايا الابيتاكل ديال هذاك لانسير ديكوراتيف اللي فيه الطاق تاع الكوادرو، ما شاء الله لمحه رياضيه بامتياز. هنا الكونسول سنترال ديالها لي ملتي فونكسيون بلوتوث، كات هنا تتكوموندي كات فيها كوموند توتال ليكرون طاكسي اللي عندك كذلك، والكوكبيت هنايا جا ديجيتال اللي كتبان فيه ليطا تاع الطوموبيل بامتياز يعني بوضوح. كيف ما كتشوف الكونسول سنترال ديالها هنايا ما شاء الله. الاودي جمعات بحال قلتي خدات العصاره تاع الشركات الالمانيه، خدات التاريخ تاع المرسيدس وخدات لا سبورتيفيتي تاع البي ام وخدات لا كلاس لا ليكجوري تاع البورش، وجمعات هادشي كامل وعطات لنا واحد لا غام دي غام كاملين من الاو والكيو، حطات فيهم التاريخ تاع الصناعه المحركات او السيارات الالمانيه كامله بامتياز، وخدات واحد لامبريسيون كبيره من الناس يعني من كل الفئات. ليكرون ديالها تاكتيل فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون، كتشوف لي طات طوموبيل لي مود درايف يعني لومبيونس توتال في الطوموبيل، ليكليراج دومبيونس كذلك، سيستيم سونوريزاسيون ما شاء الله سميتو اوديو اودي توب الخوت، كتكونيكتها مع تليفون كتسي بورتي الابل اندرويد. فهاد الفئه للاسف بامكانك تكوموندي ما فيهاش جي بي اس يعني اون كوموند كيجي غير في الايس لاين، المهم كتكوموندي راك عارف هادشي تيكون كوميرسيال بزاف سيرتو في المغرب او في النور دافريك. الطوموبيله من اجمل ما يكون في الفئه ديالها كومباكت ليكجوري كروس اوفر سي يو في، ومن قويه في المنافسه ديالها مع الفا روميو مع ستيلفيو والجي ال سي في المرسيدس والبي ام اكس 3 وكذلك الاف بيس في جاكوار. الطوموبيله من الخلف ديالها نفس الماتيير كاينه في الباب، الفيتر الكتريك بواني كرومي دي زيسباس دو رونجومون سيستيم دو سونوريزاسيون، لي بونكيت اغيير كذلك جاو في نفس الكوير، جاو واعر في الحقيقه الكلاس، فيها ليزوفيكس كخاصيه من سيكوريتي من اجل تثبيت الاطفال، كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون فيها بورت تاع 12 فولت وجوج تاع لي بورت تاع اليو اس بي. شوفوا الطوا بانوراميك ما شاء الله واحد الفيو كيخلق واحد لومبيونس عجيب وزوين وسط الطوموبيل، زائد الميوزيك او لي هوت سيستيم سونوريزاسيون غادي يخليك تعيش لا فيستا وسط الطوموبيل. الحقيقه هنايا انا كودوا سنترال يعني تيخلي لك لافي كلاس بوجي شي شويه الخوت، فطوب طوب الخوت الله يسهل عليكم شي وحده بحال هذه وان شاء الله بالخدمه اكيد غادي توصلوا لهذا النيفو هذا وغادي تفوتوا الطوموبيل. من ناحيه لا سيكوريتي لي زيرباك فرونتو لاتيرو غيدو جونو، فيها البلان فو ديالها خلاص كيجي في هذا الكولور غري، فيها الليد، فيها سميتو ديال المهم لومبيونس الخوت الطوموبيله ما شاء الله. كيف ما قلت لكم السيكوريتي باك ار او اس بي كلشي كلشي اونتي باتيناج داك العالم كامل كاين، الكوادرو كيف ما كتشوفوا كصيغه كتسيني في الموتوريزاسيون ديالها. نتمنىها لكم الخوت، ما تنساوش لايك سبسكرايب، غادي نخلي لكم الاثمنه ديالها وجميع الفئات باش كتخرج، وسمحوا لي الا درت شي مغالطه او قلت شي حاجه ما كايناش، فالانسان خطا بطبعه.